أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع المصرية عن توقيع عقد مع فرنسا لشراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال في صفقة، قالت شركة داسو الفرنسية للطيران المنتجة لها إن قيمتها تتجاوز 4.5 مليار دولار. وقالت وزارة الدفاع المصرية إن الصفقة ستمول عن طريق قرض يتم سداده على 10 سنوات على الأقل، وإنها سترفع عدد طائرات الرافال التي تملكها مصر إلى 54 طائرة. وذكرت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي أن الصفقة ستوفر 7000 فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 سنوات. مزيد في هذا التقرير. تلك كانت مصافحة صفقات مؤجلة حسمت فاتورتها على الأراضي الفرنسية لتصل بضاعتها إلى السماء المصرية. الحكومتان توقعان عقد شراء 30 طائرة من طراز رافال بين القوات المسلحة المصرية وشركة داسو الفرنسية بقيمة قاربت 4 مليارات يورو. أبرمت في 26 من أبريل الماضي وسيبدأ تنفيذها يونيو المقبل، يؤكد الناطق الرسمي باسم القوات المصرية. وفي بيان رسمي تقول القوات أن الشراء جاء لتطوير قوى الدولة وتنميتها. لرافال قدرات قتالية عالية ومتعددة وتتميز بمنظومة حرب إلكترونية، يوضح البيان. موقع ديسكلوز الاستقصائي الفرنسي كشف عنه أن الصفقة ستمول بقرض وضمان حكومي فرنسي قد يصل سداده إلى 10 سنوات، وهو ما أكده المتحدث المصري. الموقع يقول أيضا إن الصفقة شملت صواريخ وعتاد دفاع بقيمة 200 مليوني يورو أخرى. ليس بذخا من مصر أن تجدد العقود القديمة وتشتري الآن 30 طائرة. من يراقب في الداخل يقول إن البلاد تواجه جماعات مسلحة شمالية شبه جزيرة سيناء. وفي الخارج تجاور مصر ليبيا التي تعاني الحرب منذ سنوات. لا تزال جماعات مسلحة تناور في أراضيها وتسحف قوى أجنبية هناك باتجاه مياه الشرق الأوسط. هناك تلتقي المخاوف الفرنسية المصرية وتتقارب النوايا الدفاعية. ليست بعيدة إثيوبيا وتشاد أيضا، تلك التي تناور فيها جماعات مسلحة أخرى تهز أرض المنطقة بين حين وآخر. زبون قديم القاهرة لدى باريس في سوقها للأسلحة، كانت أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال في العام 2015. وواردات مصر من الأسلحة الفرنسية كانت قد نهزت قرابة المليارات الثمانية من اليورو بين 2010 و2019 في تلك الزيارة الأخيرة من ديسمبر الماضي. أخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أنه لن يجعل بيع الأسلحة لمصر مشروطا بحقوق الإنسان. مراسلنا محمد الحاجي انضم إلينا من باريس. محمد أهلا بك. نرغب في أن تضعنا في الصورة بشأن ما نشر في الصحافة الفرنسية في الإعلام الفرنسي بشكل عام بشأن هذه الصفقة، إلى أي مدى هناك ترحيب بها وما نشر أو ما الأصداء التي دارت حولها حتى الآن؟ نعم تامر، في الحقيقة لن أضيف كثيرا عما جاء في التقرير، لكن ما أعلمه الآن هو أن نسبة الفائدة على القرض المدعوم فرنسيا من الحكومة الفرنسية من بنوك بي ان بي باريبا وسوستي جنرال وأيضا كريدي أغريكول تبلغ 1%. كيف سيمكن أن لمصر أن تسدد ذلك؟ فرنسا حاولت بكل جهدها أن لا يكون تكون الفائدة على القرض المقدم لمصر من أجل شراء طائرات رافال عاليا جدا. فرنسا اليوم أو مصر اليوم باتت ثاني بلد في العالم بعد فرنسا تمتلك هذه الطائرة المعقدة، هذه الطائرة الذكية جدا والتي أيضا تعتبر فخر وجوهرة الصناعة الفرنسية. الأهم من كل ذلك بأن في الصحافة الفرنسية في مجلة لوبوان مثلا تم الحديث اليوم على أن أهمية مصر بالنسبة لفرنسا، إذ أن مصر في الحقيقة مجرد شراء مصر لهذه الطائرات سيعطي هذا لفرنسا أو إسقاط الهيمنة الأمريكية والروسية على بيع الطائرات F-35 وأيضا سوخوي الروسية في الشرق الأوسط. دخلت مصر بقوة أو فرنسا بقوة إلى الشرق الأوسط، وبالتالي سوف تبيع مصر وأيضا لديها سوق مهم في الخليج. هذا سيعطي فرنسا أهمية عسكرية
كسوق لبيع أسلحتها في المنطقة، فضلا عن أن واضح هناك تبلور في العلاقة بين مصر وفرنسا على العديد من الملفات، وبالتالي عندما أتحدث عن ملفات مثلا شرقي المتوسط وخاصة اكتشاف الغاز، حيث تقوم توتال بأحادية السيطرة الاقتصادية هناك، هناك علاقة وطيدة بين مصر وفرنسا، وأيضا في الملف الليبي تحاول فرنسا أن تعتمد على مصر في هذا الملف، فضلا على أن مصر التي تدق طبول الحرب مع أثيوبيا، هناك تقارب مصري فرنسي لأهمية فرنسا في أفريقيا. مصر سوف تعتمد على فرنسا في هذا الملف في حال حصل أي شيء أو أي خلاف عسكري أو تطورت الأمور مع أثيوبيا، فإن مصر تعتمد على صداقات فرنسا الوطيدة تاريخيا في أفريقيا، وبالتالي أصبح واضحا بأن بما أن يعني مصر مستفيدة وأيضا فرنسا مستفيدة جدا. هذا بعض ما تردد في أصداء الصحافة الفرنسية. على كل حال، هذه الصفقة هي تعزز أيضا قدرة سلاح الجو المصري، وفرنسا أيضا ستسلم هذه الصفقة بين عامي 2024 و2026 بتمويل أيضا فرنسي عبر بنوكها، وأيضا سيوفر 7000 وظيفة عمل للفرنسيين داخل الأراضي الفرنسية، وهذا أهم أعتقد ما يهم فرنسا اليوم، هو تأمين سوق عمل لموظفيها لعمالها على أن تصنع الطائرات في فرنسا، كما بات معروفا أيضا بأن فرنسا لاقت الكثير من الصعوبات في الأساس من أجل تسويق رافال، باعتها للهند في صفقة رفضت مرة ومرتين ثم أقنعتهم ببيعها ثم باعتها لمصر، وهذه العقود صراحة يعني يتم التفاوض عليها منذ شهور إلى أن أبرمت اليوم، وسوف تبدأ عمليات الاتفاقيات المالية اعتبارا من حزيران أو يعني يونيو القادم أو يوليو القادم بحسب ما نشر اليوم في الصحافة. إذا كل الأطراف مستفيدة من هذه الصفقة، وفرنسا كما جاء في التقرير التي دائما ما تنتقد بموقف حقوق الإنسان، بات واضحا بأن الرئيس ماكرون لا يعني هذا الموضوع، لأن اليوم هو على أبواب انتخابات رئاسية، بيع صفقة مثل هذه سوف تدخل الخزينة الفرنسية المليارات، وهذا أكثر ما يهم الرئاسة الفرنسية حاليا قبل عام واحد فقط من جولة انتخابات جديدة لماكرون سوف يترشح عليها، يترشح فيها مرة أخرى كرئيس فرنسي يحاول مكافحة البطالة إن صح القول بإيجاد 7000 فرصة عمل للفرنسيين على الأراضي الفرنسية. طيب محمد، يعني كان واضح أن مصر منذ فترة ترغب في تنويع مصادر تسليحها، اتجهت لشراء أسلحة ألمانية، أسلحة روسية، لم يعد الجيش المصري يعتمد فقط على السلاح الأمريكي كما كان سابقا. واضح أن فرنسا من أهم الأسواق التي ترغب مصر في أن تمتلك جزء من منظومة أسلحتها، مش فقط في الرافال اللي احنا نوصل له 54 طائرة تقريبا، لكن أيضا في القطع البحرية وكثير جدا من المعدات. من وجهة نظرك، إلى أي مدى فرنسا تمتلك إمكانيات في التصنيع العسكري تساعد مصر في تحقيق هذا الغرض، تنويع مصادر السلاح، شراء طائرات ومعدات هجومية لا توفرها الأسلحة الأمريكية في بعض الأحيان؟ صحيح صحيح، هو هذه الصفقات أيضا إضافة إلى الطائرات، هناك إعداد حربي متعدد بقيمة ملايين الدولارات. اليوم مصر عندما تقترب من فرنسا عسكريا وسياسيا فهي بالتالي تضرب أوروبا في عمقها، وبالتالي تعرف تماما بأن فرنسا هي عضو في الاتحاد الأوروبي. عندما تكون العلاقة العسكرية بين فرنسا ومصر قوية، فإن مصر لا شك سوف تعرف بأن هذا سيؤثر إيجابا على ألمانيا وعلى باقي الدول الأوروبية. اليوم هناك مثلا إذا تحدثنا على موضوع ليبيا، التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا مثلا، فمصر حسمته لصالح فرنسا. اليوم هناك تقارب فرنسي مصري في الملف الليبي، وواضح أيضا أن هناك يعني أوروبا التي تنتقد بأسرها مصر بخصوص حقوق الإنسان، بما أن مصر تحاول الاقتراب من فرنسا من باريس التي هي قلب أوروبا، تعرف تماما بأنها سوف تقترب من كل هذه الدول، وبالتالي محاولة تخفيف من الانتقاد الإنساني أو الحقوقي إن صح القول، لكن هناك تقارب عسكري. اليوم عندما تفتح صفقات ضخمة بهذا الحجم فهي لا شك اليوم تبني أطر للعلاقات في المستقبل، وعندما نقول تسليم الطائرات 2026
وهذا قد يمتد أكثر من ذلك، ونحن نتحدث عن عشرية قادمة، وأي أن العلاقات سوف تكون طبيعية في المستقبل. نعم، فرنسا قادرة على تلبية الصناعة العسكرية أو السوق العسكرية المصرية، وإن كانت الأسعار الفرنسية أغلى من الأسعار الروسية مثلا، إلا أن الدول صحيح كمصر تضحي بالكثير من الأموال، خاصة وأن مصر التي تم الحديث عنها بأنها مديونة للصندوق النقد الدولي، الذي أيضا أدانها 5 مليارات دولار مؤخرا بحجة مكافحة وباء كورونا. إذا تسهيل الصفقات ماليا وتخفيض نسبة الفائدة سوف يساعد مصر على سداد. مصر اليوم بحسب لوبوان هي زبون يفي بوعوده ويسدد قروضه في وقتها وليس لديه أي تأخير. هذا ما ذكر اليوم في مجلة لوبوان الفرنسية عندما تحدث عن صفقة الرافال. إذا هناك زبون يدفع في توقيته، لا يفي بوعوده ولا يخل بوعوده ويسدد قروضه في وقته. هذا ما يناسب فرنسا حقيقة، وبالتالي هي مستعدة لتمويله أيضا بعتاد وفرقاطات عسكرية وأسلحة. فرنسا هي يعني فرنسا إضافة إلى الدول الكبرى هي دولة مصنعة الأسلحة، لكن الفرق أن القطع الفرنسية غالية وإيجاد سوق كان ده لشرائها دائما يواجه بالأصل صعوبة. استيراد لكن يبدو أن الرافال، مصر اليوم ومش مستعدة للتضحية. فقط في الأسعار لكن حتى في مصاريف التشغيل. مصاريف تشغيل الأسلحة الفرنسية عالية مقارنة بغيرها من الأسلحة، لكن طبعا ده أمر عسكري أكيد، يعني بيخضع لكثير من الدراسات والتقييم. شكرا جزيلا هي معقدة للحال. قليلا، التكنولوجيا الفرنسية في الطائرات معقدة قليلا. شكرا جزيلا محمد الحاجي مراسلنا من باريس.